وحسين الغرباطي يحكي قدامه من مصر ان شاء الله. النصر النهارده ان شاء الله. النهارده البنت ان شاء الله. انزل معايا اعدامه ان شاء الله. ان شاء الله اعدامهم. اعدام اللي اعدامهم. لما خدوا عمري بنت اين الحجاج وحسين الغرباطي اعدامهم النهارده ان شاء الله. ان شاء الله اعدامهم. يجي لهم النهارده. اتمنى كيف امبارح احتجزت 24 ساعه فدا بنتي ولو العمر كله فدا بنتي برضه وقعدت يعدموا النهارده بعون الله باذن الله باذن ربنا هناخد الاعدام باذن ربنا كله في ايد القضاء ما تقدرش منها امل زوم النهارده ان شاء الله عندي امل الزلمه خايفين على روح امهم وانا ما خدوا روح بنتنا روح بنتنا رخيصه هم اللي روحهم خد يرحمهم وعمالين يعملوا حبراء ده روح بنتنا اشمعنى هم روحهم خد يا الاثنين وروح بنتنا خد يا وروح اي ست مصريه خد يا قوي 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 معروفه في كل حته الست المصريه دي خد يا قوي 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 بنات بحريم كل الظلمة الظلمة اللي ما عندهمش رحمة الظلمة لو كان عندهم رحمة ما يعملوش كده ما عندهمش رحمة بشر أيمن حداد انت ما تعمليش وحسين الغرباوي اعدامهم النهاردة اعدامهم النهاردة ان شاء الله ان شاء الله وبعون الله انزل معايا اعدامهم الحقي فين الحقي فين عايزين اعدام الاثنين ان شاء الله يا رب عندي امل ان انزل معايا اعدامهم عشان افرح كل العالم وكل الناس اللي بيحبوا شايفاه كمان ان شاء الله ودفنها واحمس الجريمه وطلعها مكان ما دفنها
ايمن حجاج المستشار اللي بيحكم بالقانون وبيحكم بالعدل وحكم حكم على نفسه وموت مراته. انا بره في الجلسه خلاص بكلمه. موت مراته ايمن حجاج وحسين الغرباوي الاثنين السفاحين اللي موتوا العروسه الصحفيه شيماء جمال الصحفيه موتوها الاثنين